هكذا يسير العالم، فحيثما نتوجه تبقى قلوبنا وعقولنا مع من ابتعدنا عنهم، والعبء كلما تشاركناه كلما أصبح أخف. لهذا نحن هنا الآن نتشارك معكم الحمل. أن نحب فهذا يحتاج قدرة وقوة، وأن نبتعد عن من نحب الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من قدرة وقوة. الرحلات تحتاج للوقود، وتحتاج لذكرى جميلة مرسومة على صورة أمام لوحة القيادة. نعم، الدرب بعيد وطويل، والفصول سريعة التغير، كما الأطفال يكبرون وينمون أكثر وأكثر مع مرور كل يوم. لإنجاز عمل ما، كلمتك هي الوعد الذي تقطعه. مهما زاد ثقل الوعد، زاد الالتزام. وعندما يثق بك من حولك، يجب أن تكون أهلا لثقتهم. سنصل معا مهما طال المسار. قد يكون الحمل ثقيلا، ولكننا عند وعدنا. من الممكن أن يأتي يوم تحمل عنا الآلات العبء والحمل، ولكن حتى ذلك الحين نحن نسير على الدرب، نمضي قدما. فانضم إلينا. يقال إذا أردت أن تصل أسرع انطلق بمفردك، ولكن لو أردت أن تذهب أبعد فاصطحب معك رفيق. شاحنات فورد، نتشارك الحمل.